واخر يقول: كنت في الشباب ووالدي عندي وكثيرا ما اتضايق من ووالدي عندي وكثيرا ما اتضايق من تدخلهم في شؤوني وفيما بيني وبين اولادي، واتاسف من ذلك الى غير ذلك، وقد توفي وتندمت غايه الندم، فهل من كفاره لذلك؟ نعم، عليك التوبه الى الله والندم لما فعلت مع والديك، والمعنى ان تندم على ما ظنيت وان تقلع بذلك بعد وفاتهما من الكلام بما يسوءهما او التحدث بما يسوءهما او ذكر شيء من عيوبهما بعد ذلك. تحفظ لسانك عنهما الا بالدعاء لهما والاستغفار لهما والترحم عليهما والاحسان اليهما بما تستطيع من صدقه عنهما ونحو ذلك، والحذر من العوده الى ما حرم الله عليه، فالتوبه تجب ما قبلها، والحمد لله.